لحظه، مين قالك ان انا كنت متابع ماتش الاهلي وبيراميدز اساسا؟ يابا انت عارفنا احنا ما بنهتمش بالدوري المصري والكلام ده، احنا كنا بنتفرج على الدوري المغربي وبنشوف مين هيكون البطل، الوداد ولا الرجاء. انت عارف ان احنا يعني مش مهم بالنسبه لنا ماتش الاهلي وبيراميدز والكلام ده، ولا مستنيين الاهلي يخدمنا ولا عيب. الفرقه بنخدم نفسنا بنفسنا. ربنا انت جبروت، والله العظيم انت جبروت. يعني كنت محتاج ان انا اتعادل لك واعمل نتيجه ايجابيه مع بيراميدز، ومع ذلك لما عملت النتيجه الايجابيه دي ما طلعتش تشكرني. مش مستني منك شكر عشان خاطر انا عارف انك مش تعمل كده، عشان الموضوع صعب جدا بالنسبه لك. حتى لو كنت عارف المباراه بتشجع الاهلي او كنت بتتمنى ان الاهلي ما يخسرش عشان خاطر يساعدك، مش مستنيك انك تعترف بيها، بس على الاقل ما تتكلمش وتقول ان انا مش كنت بتابع المباراه وكنت بتابع الدوري المغربي. كنا نشتغل بعض احنا في البدايه. انا اسمي اسلام حنفي، تفصل حاجه لما عملت لايك او عملت سبسكرايب. حتى لو الفيديو ما عجبكش قول لي ليه الفيديو ما عجبكش. الموضوع سهل جدا وبسيط، انا ما بحجرش على ارائك، بس لو الفيديو ما عجبكش قول لي الفيديو ما عجبكش. انما تقول لي الفيديو ما عجبنيش عشان خاطر انت كاتب ملخص مباراه الاهلي وبيراميدز وملخص تحليل، طب ما انا بتكلم في مباراه الاهلي وبيراميدز يا ابني، انا ما بتكلمش في حاجه بعيده. مباراه الاهلي وبيراميدز النهارده طلعت تقول كده بس موسيماني كان عنده فكره كويسه، انا هلعب على المنتدات النهارده قدام بيراميدز. ليه؟ مفترض ان هم محتاجين مباراه اكتر مني، مفترض ان هم جاهزين اكتر مني، ما عندهمش اصابات زينا، عندنا احنا خط دفاع بيتصاب اكتر ما بيلعبوا، رامي ربيعه بيتصاب في التمرين، عندنا ايمن اشرف بيتصاب مباراه ولما ربنا يكرمه ويقعد مباراه ثانيه وينزل من على الدكه فبلاقيه اتصاب ثاني. عادي يعني ما عندناش مشكله، احنا الحاجات دي متعودين عليها. وننزل النهارده اول 10 دقايق نبقى حاطين شغل فني على كهربا ان احنا هنلعب بيك انت هاف سريع، وحسين الناحيه الثانيه ناحيه اليمين هاف سريع، ومفترض ان مجدي قفشه بيلعب بين الخطوط ورا محمود حماده ورا نبيل عماد دونجا، ومفترض ان احنا شغل كويس. والحمد لله وصلنا عن طريق اليو بادجي اليو ديانج اسف، قدر ان هو يعمل اختراقه كويسه ويلعبها لحسين الشحات في اول 5 دقايق، والمهندس سليمان بيطلعها. قلنا كويس الفرقه باديه منظر كويس، لقينا كهربا وقع ومسك دماغه، قلنا بس ثبت اول 10 دقايق جات لنا وربنا يستر. الشغل التكتيكي اللي كان عامله بيست موسيماني اتغير فجاه، بقى الراجل مضطر ان هو يتنازل على 4-4-2 وبقى مضطر ان هو يلعب 4-2-3-1 صريحه، ونزل اليو بادجي مكان كهربا، واليو بادجي طلع فيرجود ونزل اجيلين ناحيه الشمال وحسين الشحات ناحيه اليمين، ونص الملعب زي ما هو. اليو ديانج تقدر تقول عليه ان هو بيكون نجم المباراه بالنسبه للنادي الاهلي. اما عمرو السوليه النهارده فعمل مباراه سيئه جدا كالعاده عمرو السوليه في المباريات الكبيره، بس عادي يعني عمرو السوليه نجم الاهلي من ساعه ما رجعنا من كورونا بنتكلم فيها، فطبيعي ان الراجل لما يعمل مباراه سيئه ما ندوست عليه قوي. المباراه فضلت في نص الملعب، مفترض ان يا جماعه فين بيراميدز اللي بينافس على المركز الثاني؟ مش فاضيين، هم كده كده بينافسوا على الثاني عشان خاطر الزمالك ربنا ما كانش بينهم خسارته وكان بيكسب، فبيراميدز كان بيجي من بعيد قوي لحد فجاه الفرق ما بينهم بقى نقطه لصالح بيراميدز. فبيراميدز يعني مفترض يلا يا جماعه حاولوا تكسبوا الاهلي، الاهلي بيلعب بالصف الثاني. انا لما شفت التشكيله الدفاعيه بالنسبه للاهلي اتخطيت، قلت حمدي فتحي وجنبه ياسر ابراهيم يا ستار استر يا رب. فجاه لما لقيت بيراميدز ما عندوش نزاعه هجوميه، شوف ابراهيم عادل ما تفهمش الراجل بيلعب طرف ولا بيلعب نص ملعب ولا بيزيد، ولا عبد الله بيلعب فوق الثاني جنب جون انطوي، ولا عبد الله بينزل نص الملعب علشان خاطر يساند دونجا ويساند محمود حماده، ولا ايه اللي بيحصل في بيراميدز بالظبط؟ ايه التكتيك اللي بيعمله انت تشاتيتش؟ هو التكتيك كله بيقول لك حاجه بسيطه، الفرقه ما بتعرفش توصل للجون، الفرقه عندها مشكله في حته ان انا اوصل للجون ازاي؟ بحاول ان انا العب عرضيات، بس مع ذلك مفترض ان انا عندي اطراف بيعرفوا يعدوا واحد على واحد سواء ابراهيم عادل او سواء محمد فاروق، بس مع ذلك لا بيعرف يعدوا واحد على واحد ولا ده عارف يلعب عرضيات، والدنيا بالنسبه لهم ما كانتش مظبوطه خالص. حتى لما حاولوا يلعبوا عرضيه اكتشفوا ان هو خط الدفاع الاهلي ما بيعرفش يلعب الكوره عليه. طب نلعب عرضيات تاني؟ ما لعبوش عرضيات تاني. طب يا جماعه في ايه بالظبط؟ طب نعمل لكم ايه؟ بنلعب بالحارس الاحتياطي وبنلعب بخط الدفاع الاحتياطي، وكمان هعمل لكم حاجه، انا هطلع عمرو السوليه ونلعب 10. بعد كده نجم الاهلي في المباريات الكبيره اليو ديانج بيقدر ان هو يخترق ويقدر يعمل واحده كويسه قوي يحصل للاهلي على ضربه جزاء لما الكوره تخبط في ايد عبد الله بكري. ويلا يا جماعه بقى نخش محمد مجدي قفشه عشان خاطر يجيب الهدف الاول ونحاول نقفل الجيم علشان خاطر احنا بنلعب 10. لا قفشه يخش يضيع والمهدي يصد وننزل الشوط الثاني واحنا بنلعب 10. بعد كده عندي تشاتيتش قرر ان هو انا محتاج ان انا اعمل تغيير، فغير ابراهيم عادل اللي ما كانش ظاهر الشوط الاول وراح منزل مكانه محمد عطوه. انك تفهم محمد عطوه نزل يعمل ايه؟ مفيش، هو بيحاول ان هو مفترض يساعد احمد توفيق ناحيه اليمين علشان خاطر يحاول يلعبوا عرضيات لجون انطوي وعبد الله السعيد اللي بيضم علشان خاطر يبقى مهاجم تاني. طب لعبوا عرضيات؟ ما لعبوش عرضيات. طب كابتن في محمد فاروق هناك تعبان ممكن تغيره. مش هغير محمد فاروق. هو بعد كده قرر ان هو انا هنزل اسلام عيسى مكان محمود حماده، اهو جناح بلعب نص ملعب انا بهاجم اهو. طب معلش ممكن تنزل فرود يعني عشان خاطر يبقى 2 أو 3 فراوده موجودين في منطقه جزاء الاهلي، وخصوصا يعني محتاج الماتش. لا مش هنزل انا حتى يوم ربنا يكرمني وهسخن دودو الجباس اطلع جون انطوني. طب ما تستاهلش تاخد 3 نقط،
والله ما يستاهل ياخد 3 نقط ولا فريقه يستاهل تاخد 3 نقط. فرقه كنا فاهمين ان احنا يا جماعه بيراميدز في منافس قوي، بس لو اتفرجنا على بيراميدز النهارده جوه الملعب لا، بيراميدز عبد الله السعيد بيراميدز عشان لما غاب عبد الله الفرقه كانت بتقع في ماتشات سهله قدام الجونه ومش عارف قدام المقاولين، وفجاه كنا بنلاقي بيراميدز بتقع. شايف النهارده اللي الفرقه بتقع، الفرقه بدون عبد الله السعيد ما عندهاش اي حاجه، وعبد الله السعيد ما ينفعش انك تكسب ماتشات كبيره، بس عندك مشكله في الاطراف. المشكله دي واجهتها في مباراه الزمالك وواجهتها النهارده في مباراه الاهلي. لو بتكون محتاج 3 نقط ما بتعرفش تاخدهم. ما تقوليش ان رمضان هيحل لك كل المشاكل دي السنه الجايه، لان انت برضو عندك مشكله ثانيه في الطرف الثاني. تقول محمد فاروق واسلام عيسى ما سدوش، اقول لك ماتشات كبيره مش نوعيه الناس دي. مباراه الاهلي النهارده وبيراميدز تقول ان الاهلي عمل جيم ممتاز جدا لما كان مطرود. شابوه مستر بيسو موسيماني على الشوط الثاني، وشابوه على 4-4-1، وشابوه كمان ان انت كمان بتحاول تنزل ناشئين وبتحاول تدي لشادي رضوان وتدي العرض بدل عشان خاطر اكتشفت ان حسين الشحات تايه في العرض بدل لسه ولد كويس ولسه برضه مكملين بيه في حته ان انا بحاول اعمل منه باك يمين او ان انا اعمل منه هاف يمين ويحاول ان هو يعمل وجبات دفاعيه وجبات هجوميه. فكره كويسه قوي وممتازه. انا احب المدرب زي ده، احب المدرب اللي رغم ان هو عنده مشاكل ومطرود منه لاعب بس مع ذلك كان عنده جراءه ان هو ينزل لعيب شاب. احترمت جدا فكره ان انت نزلت شادي رضوان، الراجل الناس مستنياه والناس متامله فيه خيرا، وان شاء الله باذن الله نشوف لعيب كويس ما يكونش بس فيديوهات مهارات موجوده على يوتيوب. ونتمنى ان الراجل يستمر في ان هو يدي لشادي رضوان بعد ما نرجع مباراه الوداد في المباراه الاخيره بالنسبه للاهلي في الدوري. مباراه كانت كويسه قوي بالنسبه للنادي الاهلي، انما لو قعدت اتكلم فيها بالنسبه لبيراميدز مباراه كانت سيئه جدا. انا كهلاوي اتبسطت جدا ان انا ما خسرتش قدام بيراميدز وانا بلعب 10 لعيبه، كهلاوي كنت مبهور جدا باللي بيعمله بيتسو موسيماني في الحاله الدفاعيه، ان انا اخيرا فرقتي بتعرف تدافع حتى لو بتلعب قدام فرقه عندها ضعف هجومي، بس برضه الفرقه عارفه تدافع كويس. الاهلي كان بيلعب خصوم ضعفيه عندهم ضعف وعجز هجومي، مع ذلك الفرقه دي كانت بتروح على الاهلي وتضيع هجمه واثنين وثلاثه. النهارده لا، الاهلي كان كويس دفاعيا، ولا الاهلي شغل تكتيكي بدا يظهر للراجل في الحالات الدفاعيه زي اللي حصل النهارده. لما الراجل يعمل شغله كويس ساعتها هنسقفه، لما الراجل ما يعملش شغله كويس وقتها نحاول ان احنا نتكلم بهدوء وبمنطق. دلوقتي مش تخسر حاجه لما وصلنا لنهايه الفيديو، لان فعلا مباراه الاهلي وبيراميدز ما كانش فيها حاجات كتير تقدر تتكلم عليها ولا حاجات كتير تقدر ان انت تحط ايدك عليها غير شغل الراجل التكتيكي في الحاله الدفاعيه. غير كده المباراه كانت ميح متعبه جدا نفسيا، 90 دقيقه صعبه جدا لولا ان الواحد كان جاي من نهائي رولان جاروس فوز نادال على جوكوفيتش. لا بصراحه ما كانش كمل المباراه دي عشان خاطر مباراه تحرق الدم وتضيع النفسيه بالنسبه لك انت.